دايما الغميضة معي، ومرة قدر يلاقي محل يتخبى فيه، وهيك كان يلعب ويتلذذ بالبوظة بنفس الوقت. كان فيه شغلة ما كان يحب حدا يغلط معي، كان يصرخ بصوت عالي لما اختلف مع حدا: ما تقول شي للماما وإلا بكسر لك عظامك. وينو ابني هلأ؟ وينو نور عيوني؟ رجعوني ابني لحضني. بعيوني صدقني هالبيت مسكون. انت عم تتخيلي بس يا أمي. لا روهيت، لا انا ما عم بتخيل ابدا، صدقني عم قول الحقيقه. انا شفت مرتك عم تحكي مع حدا بالبراد، واكثر من هيك هي وقعت فنجان الشاي علي اصلا. انا اكيد من هالشي. ما تحكي هيك يا أمي، كيف ممكن انه سكانيا تعمل هيك شيء؟ هذا كان مجرد حادث مش قصدها. ماما بغرفتها وبتقرأ كتب عن الأشباح. أنا عم قلك يا أمي روهيت، روح شريها متلبسي بمرتك، حروقها الكتاب قبل ما يفوت الأوان وما تعرف شو ممكن يصير فيك وبعائلتك. صدق ما رح يصير شيء أمي، ما بقدر صدق إنه قريت هالكتاب ممكن تسبب هيك شيء. يلي عم تقولي سخيف، شو قصتك؟ معقول هيك عم تفكري؟ إذا كنت رافض تصدقني إذا ما في داعي إني أبقى هون. أنا لازم أمشي هلأ. ماما ما بحب لما بتتشبصي برأيي، انت دايما بتعملي هيك. طيب